نعم. السؤال الآخر، هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وينتج عنها إجراء عملية بالقلب؟ إجراء العملية القلب إلى حين التاريخ لم نعلم لها نجاحا مستمرا، وإنما سمعنا نجاحا مؤقتا في أوقات قليلة للعلاج. أما إذا نجح القلب حكم القلب الأصيل، إذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به، صار هذا العقل، هذا القلب الذي وبدل بقلب الأول وجعل فيه خصائصه واتصلت به الشرايين والأشياء التي كانت تمد بقلب السابق، فإن حكم القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به، حكم العقل السابق والقلب السابق يكون مكلفا بكل شيء. أما إذا زال عقله وزال تكليفه، إذا زال عقله فإن يزول تكليفه. ولكن فيما سمعنا الآن أن الصناعات المتعلقة العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام، وإنما هو نجاح مؤقت في أوقات محدودة.